مراسلة الغد إذن، ده ما طبيعة الرسالة والاحتجاجات التي قدمتها هذه الأحزاب المنطوية تحت هذا التحالف هناك؟ وائل، بالفعل نظم التحالف الوطني في محاربة صفقة القرن اليوم وقفة بجانب السفارة الأمريكية تنديدا بالموقف الأمريكي المؤيد للاحتلال الإسرائيلي في خطة الضم للأراضي الفلسطينية. هذه الوقفة جاءت اليوم تعبيرا عن موقف الشعب الأردني والشارع الأردني بالتأكيد المؤيد لشقيقه الفلسطيني في مطلبه العادل في إقامة دولته الفلسطينية على الأرض الفلسطينية، بالإضافة إلى رفض صفقة القرن أو ما يطلق عليه صفقة القرن، خطة السلام الأمريكية، رفض ضم الأراضي، رفض الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب، وتأييدا لموقف الملك عبد الله الثاني. نحن نعلم بأن الملك عبد الله الثاني ومنذ بدء الإعلان عن خطة السلام الأمريكية وهو يحاول شرح وجهة النظر الأردنية الفلسطينية والعربية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وأهمية إقامة الدولة الفلسطينية، أهمية إحلال السلام الشامل والعادل والذي لا يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية وبحل الدولتين. توجه الملك عبد الله الثاني إلى الكونغرس الأمريكي، توجه إلى أصدقائه في الاتحاد الأوروبي لإيجاد موقف دولي موحد يؤيد القضية الفلسطينية ويؤيد مطالب الشعب الفلسطيني ويندد بالاحتلال الإسرائيلي وبممارساته تجاه الشعب الفلسطيني. اليوم كانت هذه الوقفة بعد صلاة الظهر عند السفارة الأمريكية على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة في الأردن اليوم وعلى الرغم من انتشار وباء فيروس كورونا والمخاوف من التجمعات، إلا أن هذه الوقفة نفذت، قد تكون بعدد قليل ولكن بسبب الأحوال الجوية بالتأكيد وبسبب المخاوف للشعب الأردني من انتشار وباء فيروس كورونا، إلا أن الموقف الأردني هو واحد لا يتغير، ثابت وراسخ فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وبمواقفه تجاه الشعب الفلسطيني. اليوم الشارع الأردني يقف خلف القيادة، خلف الملك عبد الله الثاني في مواقفه. نعم. بالتأكيد الأردن قيادة، حكومة وشعبا يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني، يرفض كل الإجراءات الإسرائيلية، يسعى إلى حشد المجتمع الدولي. نعم. بالإضافة إلى بالتأكيد الخروج بموقف عربي وذلك من خلال الموقف العربي الموحد ما بين الأردن والإمارات وممثل بسمو الشيخ محمد بن زايد ومصر. شكرا جزيلا لك دام الكردي مراسل، لقد كنت معنا من عمان.